شهر محرم هو شهر الخدمة. تشوفون أصحاب الهيئات يجندون أنفسهم لخدمة الناس، جزاهم الله خير جزاء المحسنين وكل من خدم. لكن هناك خدمة أخرى لغير المسلمين. تعلمون في الهند الملايين من الناس تشيعوا ببركة المجالس الحسينية، عندما تنفتح على العالم باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شوف تهز العالم أو لا تهز العالم، عندك ثروة هائلة. الغرب ينفتح على العالم بزعمه باسم هاي الأشياء، باسم الديمقراطية وما أشبه ذلك. أنت انفتح على العالم باسم من تجسدت فيه كل القيم بأجلى صورها بأنصع نقائها. ليش ما ننفتح على العالم؟ مو منفتحين على العالم. يعني روحوا الآن إلى الصين في شهر محرم، أكو شيء في الصين؟ أكو شيء؟ العام الماضي أنا تتبعت، ماكو شيء. لما هاي مسؤوليتنا إحنا. ليش إحنا محدودين في بلادنا، في حسينياتنا، في فضائياتنا؟ الصين أيضا 1,500,000,000 إنسان، لما لا يسمعون رسالة الحسين صلوات الله عليه؟ إحنا متوقعين على أنفسنا. روحوا إلى الذين يتحدثون باللغة الأسبانية، 800,000,000 إنسان يتحدثون بهذه اللغة. وين خطبائنا؟ أين كتبنا المترجمة بلغتهم؟ وأين الحسين من هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم؟